وبالأمس القريب يعني في خلال 3 أسبوعين بالتحديد 3 انتصارات و3 إنجازات رائعة. الإنجاز الأول مؤتمر شرم الشيخ العالمي الذي أعاد مصر إلى العالم وأعاد احترام العالم كله لمصر الذي انعقد في شرم الشيخ، ثم المؤتمر القمة الثلاثي الذي انعقد في الخرطوم وأعلن فيه ومن حوله مبادئ 10 التي تؤكد حق مصر في مياه النيل، ثم بالأمس واليوم مؤتمر القمة الموفق والناجح بإذن الله والذي يعتبر إنجازاً جديداً لأمة العربية غير مسبوق. من هنا باسم هذا المؤتمر الوطني نرفع إلى سيادة الرئيس أسمى آيات التقدير والاحترام والإجلال والإعزاز، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمة التوفيق من أجل رخاء ونعمة وتقدم وحضارة وازدهار مصر. ثم أدلف إلى موضوعي. الماء هو أساس الحياة، ولا حياة بغير الماء، ليس للبشر وحده وإنما لكل الكائنات الحية، فهو الذي خلق كل دابة من ماء، وجعل الماء هو عنوان حياتنا واستمرار حياتنا. ولهذا كرم الله الماء في أن أورد ذكره في القرآن الكريم في 63 موضعاً، 63 آية ورد فيها الماء، و54 آية وردت فيها الأنهار. هذا تكريم للماء، الماء الذي لا نحتره الآن ولا نرشد استخدامه واستهلاكه ونصرف فيه، هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد وهو يتوضأ من إناء في يده: ما هذا الصرف يا سعد؟ فقال سعد: وهل في الماء صرف يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ولو كنت على نهر جاري. وفي هذا المكان منذ 7 سنوات على وجه التقريب، وفي المنصة التي هي هنا، كان يجلس الراحل الكريم الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر رحمه الله وطيب الله ثراه. فسألته في كلمتي هنا قبل أن نستمع إلى كلمته، قلت له: يا سيدي، ما رأيكم دام فضلكم في تلويث مياه النيل، في الإسراف في استخدام مياه النيل، في عدم احترام مياه النيل في استخدامها استخداماً جائراً؟ وما رأيكم دام فضلكم في منشآت تقام على شاطئ النيل من شأنها أن تمنع رؤية نهر النيل ثم تلوث ماء النيل؟ فقال يومها رحمه الله بالحرب في الواحد: إن تلويث ماء النيل والإسراف في استخدام ماء النيل حرام حرام حرام، أما المبنى الذي يقام على شاطئ النيل قال بالحرف الواحد: فإنه يهدم ولو كان مسجداً. رحمه الله رحمة واسعة. هذه هي الثقافة المائية التي نريد، وأطالب في هذا المؤتمر المهيب أن تكون الحملة القومية لنشر الثقافة المائية ملازمة للحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، لأنه لا إنقاذ نهر النيل ليس بإزالة التعديات وحدها، وهذا أمر جليل ورائع أن نهر النيل المهان غير المصان يرجع مرة أخرى ويكون على أيدي هذه الحكومة الموقرة وبرعاية الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي وبقيادة المهندس إبراهيم محلب وأخوه الدكتور حسام مغازي. الحملة القومية بدأت بقوة من قبل أن تعلن لإزالة التعديات على شواطئ النيل. هذه الحملة يجب أن تنبثق منها وتواكبها الحملة القومية لنشر الثقافة المائية. فوالله لن ينقذ نهر النيل داخلياً هنا، لن ينقذ بأعمال الأمن والشرطة والقوة ولا بنصوص القانون، وإنما قبل هذا كله وبعده الوعي والوعي والوعي. لا بد من نشر الثقافة المائية حتى يعلم كل مصري وكل طفل منذ نعومة أصفاره وكل سيدة في البيت وكل رجل يعمل في مصنع أو في مزرعة أو في غيرها أن قطرة الماء هي حياته، فلا يسرف فيها ولا يلوثها، لأن كمية التلويث التي ينالها الماء في مصر مش موجودة في أي دولة ولا في أي نهر من أنهار العالم، كمية ملوثات رهيبة، وأخشى أن أشرح هذه الملوثات فأضايقكم وأقض مضاجعكم.
ملوثات خطيرة جداً تنفق الدولة عشرات المليارات كل عام لتعالج آثار هذه الملوثات، ولا تنتهي آثار هذه الملوثات خاصة الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والفشل الكبدي وغيره. هذه نقطة. نهر النيل الذي كرمه الله وذكره في القرآن صراحة أو ضمنا باسم اليم أو الأنهار، فهذا النهر المكرم هو قدس أقداسنا، ينبغي أن نحافظ عليه كما نحافظ على حياتنا، وينبغي أن يكون هذا النهر الذي كرمه الله وجعله من أنهار الجنة، فقد جاء في معنى حديث قدسي: نهر النيل مصر خير أنهار في الجنة، اسكنوا عليه خيرتي من عبادي، فمن أرادهم بسوء كبه الله في النار. فهذا النهر العظيم الذي هو من أنهار الجنة ينبغي أن نحافظ عليه كما نحافظ على أنفسنا تماما. وأذكر أن الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما عمرو بن العاص فتح مصر أرسل له: أنصف لي مصر. فقال له: يا أمير المؤمنين، مصر تربة غبراء وشجرة خضراء، طولها شهر وعرضها شهر، يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات، يجري بالزيادة والنقصان كزري الشمس والقمر له أوان، فإن هي يا أمير المؤمنين عنبرة سوداء، إذا هي زبرجتة خضراء، فتبارك الله الخالق لما يشاء. هذه مصر، وهذا هو نيل مصر، فينبغي أن نحافظ عليه. وأعتقد أن الأمن الماء المصري المتمثل تماما في نهر النيل أمثله بطائر ذو جناحين، والطائر لا يطير إلا بجناحين اثنين، الجناح الأول في الداخل والجناح الثاني في الخارج. الجناح الأول الذي يطير به الأمن المائي ويطير به نهر النيل ولا يحيا ولا يطير ولا يستمر ولا يسير إلا به، هذا الجناح ينطلق في داخل مصر، والحمد لله هذا الجناح الذي كان مهيضا وكان ضعيفا قوي الآن بإنشاء وبإرسال وبتدشين الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل. أما الجناح الآخر فهو يرفرف خارج مصر، يرفرف فوق دول منابع النيل وخاصة أثيوبيا، وهذا الجناح الذي كان مهيضا وكان ضعيفا قوية واشتد عوده وأصبح يرفرف الآن بفضل من الله تعالى، ثم بفضل السياسة الحكيمة الرشيدة للقائد المنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد مصر إلى إفريقيا، وأعاد إفريقيا إلى مصر، وأعاد مصر إلى دول حوض النيل، وأعاد دول حوض النيل إلى مصر، وعقد هذه المعاهدة الرائعة بيننا وبين أثيوبيا لكي لا يعتدى أبدا على حصة مصر في المياه. المياه سر الحياة، وبدونها لا يمكن أن تكون هناك حياة على سطح هذا الكوكب ولا غيره، ولذلك البعثات التي تذهب إلى الكواكب الأخرى تبحث عن المياه أولاً. ومع أن الماء نعمة من نعم الله علينا ومن الثوابت أن النعم تدوم بالشكر بل تزيد، ومن شكر النعمة المحافظة عليها وعدم الإسراف حتى في شرب الماء، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. ومن الحقائق الفقهية أن الإسراف في استخدام المياه محرم شرعاً، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على أن يعلم البشرية جمعاء أن دين الإسلام يثمن هذه النعمة الكبرى، نعمة المياه، لقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
وشكر نعمة الماء يتحقق بحسن الاستعمال وعدم تلويث المياه بالقاذورات والقمامة والحيوانات الميتة والنفايات النووية وغيرها، ويعتبر هذا كفء بنعمة الماء. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فيجب أن نبتعد عن الإسراف في المياه وتلويثها، وإلا تحولت النعمة إلى نقمة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على المحافظة على المياه وعدم الإسراف فيها، فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع يساوي 2.75 لتر ماء، والمد يساوي 687 ملي متر. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا كلها كيف تحافظ على الماء. وعندما حدث ابن عباس بهذا الحديث قال له بعض الصحابة: إن ذلك لا يكفيني يا ابن عباس. فقال زاجرا له: إنه كان يكفي من هو أطيب منك وأنظف، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أمرنا صراحة بعدم الإسراف في استخدام الماء، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الصحابة وهو يتوضأ، قال: ما هذا الصرف؟ فقال: يا رسول الله، أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. رواه ابن ماجه. فالذي يسرف في استخدام الماء يكون قد ارتكب جرما عظيما في حق باقي الناس، لأن هذا الماء ليس ملكا له وحده، ويجب أن يحافظ عليه، فكل الناس شركاء في هذا الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلء والنار. ولعل الإسراف في استخدام المياه يرجع إلى الجهل التام لقيمة هذه النعمة، وبتعاليم الأديان نحو التنبيه على عدم إهدار أو استخدامها في غير ما جعلت له. جعل الله الماء مقوماً أساسياً من مقومات الحياة لكل الكائنات في الأرض، فلا يعيش بدون الماء إنسان ولا حيوان ولا نبات، وهو أكثر النعم انتشاراً على وجه الأرض، لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ومن نعم الله عز وجل علينا أن الماء ليس فيه حياة، وهذا قمة الإعجاز للقرآن الكريم، أن أصل الحياة لجميع الكائنات الحية ليس فيه حياة، الماء ليس فيه حياة، ومع ذلك لا تستقيم ولا يكون هناك حياة على كوكب من الكواكب بدون الماء. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن في الخاتمة أنبه أن في هذا الوقت الذي يعاني فيه كثير من الناس صعوبة الحصول على نقطة ماء، فإننا نرى من يسيء استخدام المياه ويعرض ثرواتنا المائية للخطر، ومن أجل المحافظة على نعمة المياه ينبغي على كل إنسان أن يقتصد في استعمال المياه في الاستخدام المنزلي، والامتناع عن إضاعة الماء وإهداره في الطرقات، والإرشاد في ري الأرض الزراعية، وكذلك عند الاغتسال والوضوء. وفي النهاية أحييكم جميعاً، وجزى الله القائمين على هذا المؤتمر خير الجزاء، وجعله الله في ميزان حسناتهم والسادة الحضور، وحفظ الله مصر وشعبها وحكومتها ونيلها وأزهرها وكنيستها ومن أرادها بسوء أذى الله الله، آمين. شكراً. ولا يمكن للكائنات الحية أن تعيش بدون المياه، سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات، فكلها تحتاج إلى المياه للقيام بعملياتها البيولوجية والحيوية. والإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون المياه لأكثر من أسبوع
في أقصى تقدير، وكذلك يموت إذا فقد 20% من الماء الذي في جسمه، فيصاب بما يعرف طبياً بالجفاف. وكلنا يعلم أنه يجب على الإنسان الذي يبغي صحة جيدة أن يتناول حوالي 3 لتر ماء على الأقل يومياً، إما في هيئة ماء شرب أو مشروبات أخرى تحتوي على مياه، أو بتناول بعض الفاكهة والخضروات التي تحتوي على نسب مختلفة من المياه. وتظهر أيضاً أهمية المياه في مجال الزراعة. أغلب النباتات التي يزرعها الإنسان تحتاج لكميات متفاوتة من المياه لنموها وحياتها. وفي مجال الصناعة تستخدم المياه في المصانع في التبريد والتكييف والتنظيف، كما يضاف الماء لبعض المواد الخام ليكون عنصراً أساسياً في تصنيعه. والمياه تستخدم في توليد الكهرباء اللازمة للمنازل والمصانع والمنشآت وغيره، كما أن المياه تساعد على الحفاظ على درجات حرارة البيئة من خلال البحار والمحيطات والأنهار، وكذلك في الحفاظ على درجة حرارة الكائنات الحية، إذ تستطيع الماء أن يستوعب طاقة حرارية كثيرة بدون أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. والتاريخ يسجل أن للمياه دور أساسي في تقدم وارتقاء الحضارات الإنسانية، فالحضارات الأولى نشأت في وديان حول الأنهار الكبرى، مثل حضارة وادي النيل في مصر وشمال السودان، وحضارة وادي السند في الهند وباكستان، وحضارة وادي دجلة والفرات في بلاد ما بين النهرين. وكذلك سجل التاريخ أن السبب الرئيسي في انهيار بعض الحضارات كان حين قلت موارد المياه، مثل ما حدث في حضارة السومريين. والمياه تحظى باهتمام كبير في الديانات، إذ تستخدم المياه في تطهير الجسد قبل الممارسات الدينية. والكتاب المقدس أوضح أن الحياة قد بدأت من الماء حين قال: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال أيضا: لتفض المياه زحفات ذات نفس حية. ويشبه الكتاب المقدس نبع الحكمة بالنهر المتدفق، فيقول: نبع الحكمة نهر متدفق، في سفر الأمثال لسليمان الحكيم. ويقول أيضا: المشورة في قلب الرجل مياه عميقة، وذو الفطنة يستقيها. هذا وقد جاء ذكر نهر النيل في الكتاب المقدس أكثر من 10 مرات. أيها الحضور الكرام، ونحن في هذا اللقاء نحتفل معا بيوم المياه العالمي، نذكر ونعي جيدا أن مصر هي هبة النيل كما قال هيرودوت المؤرخ الكبير، ونذكر أيضا أن نهر النيل هو شريان الحياة لمصرنا الغالية، كما نذكر أيضا أن الدستور المصري ينص على التزام الدولة بحماية نهر النيل وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أن التمتع بنهر النيل هو حق لكل مواطن. هذا وقد أطلق سيادة معالي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومعالي الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية، الوزير الذي لا يكل عن العمل، فلا أعرف كيف يجد وقتاً لكل ما يقدمه لمصر عبر نيلها الطويل وبلدانها العديدة. أطلق هؤلاء وثيقة النيل، وشرفت بأن أوقع معهم في 5 يناير، أي في مطلع هذا العام الجديد، بحضور الكثير من رجال الدولة والشخصيات العامة في هذا المكان أيضا، ووقعنا معها في فرحة واستبشار. ونحن اليوم نجتمع معا لنؤكد على أهمية وضرورة العمل بكل الوسائل
والتعاون معا بكل الطرق الممكنة من أجل المحافظة على مياه الشرب نظيفة من أي ملوثات، سواء مخلفات زراعية أو صناعية أو ملوثات نفطية أو مبيدات أو مياه صرف أو غيرها.